من أكثر المناظر التي يمكن أن تبعث على الإزعاج عند رؤيتها هو تكدس مخلفات السيارات التالفة وخرداواتها على إحدى الشوارع أو الأحياء، فهي تتيح مجالاً أكبر لتشويه الشوارع وتجمع المخلفات فيها. أصبحت عائق أمام كثير من المواطنين، وأصبحت منظر يخل بالبيئة أولاً، ثانياً أصبح أمر يتعلق مكان تكديس السيارات، أصبح مكان تواجد القوامات، مكان تواجد المجانين، مكان تواجد متعاطين المخدرات، أيضاً الصحة تأتي من النظافة، وأماكن تواجد تكديس السيارات أصبحت مكان ملوث وأصبح يضر الصحة. مسألة الخردوات يعني كما هو معروف هو منظر غير حضاري بحت، ويشير إلى الجهل ويشير إلى التخلف، وهذا بسبب انعدام المسؤولية لدى المواطن نفسه اللي هو الذي يسبب هذه المشكلة، وكذلك انعدام المسؤولية لدى الجهات المعنية التي يجب عليها وضع مكان مخصص لهذه الخردوات. منظر غير حضاري يشوه العديد من شوارع العاصمة صنعاء دون رقابة أو وازع أخلاقي. وعندما أردنا التحدث مع أحد جامعي الخرداوات أمام منزله رفض أهالي الحي، ورفض خوفاً وغضباً. أصبح منظر الشوارع منظر غير حضاري، أصبح يشير إلى أن البلد متنامي، أصبح أن يشير أن البلد ليس متطور، أصبح يشير إلى التخلف بشكل عام. أتمنى من الجهات المعنية أن تقوم بعلاج هذه المشكلة التي ليست مسألة شخصية وإنما مسألة مجتمعية تؤدي إلى تدهور الوضع سواء البيئي أو الوضع الصحي لدى المجتمع التي قد تؤدي إلى أمراض أخرى. مناشدة عدة من أناس كثر تضرروا من هذه المناظر المؤذية في كل شارع وحي، ويناشدون لعمل حل لإنهاء تكدس هذه الخرداوات وإعادة السماح للشارع بالتنفس دون أن تخنقها نفايات وخردوات السيارات الكبيرة والتي تأخذ حيزاً كبيراً يعيق المارة ومرور الناس فيه.